السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله اوقاتكم اهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد اليوم راح نتكلم عن التحديث الشهري لعالم ريد Red ديد اللي راح يبدا معنا غدا باذن الله تعالى 30 جولاي ولغاية 2 سبتمبر راح يستمر معنا مدام نزار متحمس صراحة طبعا عارفين ليش انا جاي عند مدام نزار لانه هذا الشهر او الشهر الجاي او ابتداء من غدا باذن الله تعالى راح يكون شهر مدام نزار شهر الكوليكتر يا شباب اخيرا لنا فترة صراحة منتظرين هذا الشهر في ناس كثيرة مجمعة شنط واللي مجمع شنط انا اعطيك بشارة صراحة بس اعمل لي لايك ها لا تنسى ما راح اقول لك دبل اكس بي راح اقول لك شيء اسطوري راح تتفاجئوا ولاول مرة ما قد صارت قبل كذا روك صار روك صار جالسة تفاجئنا الايام الاخيرة مع ريد يمشي ما حبة فوق وحبة تحت على قولتهم يعني وعموما شباب راح اعطيكم تفاصيل هذا التحديث وحبيت والله اغير شوي لان كل فترة اعطيكم بشكل سريع لكن تجيني استفسارات كثير، أنا ماني عارف كيف أدخل، أنا ماني عارف وش تقصد، أنا ماني عارف إيش الكلمة اللي باللغة الإنجليزية، فقلت خليني أنا أتكلم معكم كذا وراح أقدم أقدر إني أوصل لكم الأشياء اللي ما يفهمونها لأنه خصوص كثير في مبتدئين ما يعرف المصطلحات، رغم أن هي مصطلحات لعبة، أنا ما أتكلم اللغة الإنجليزية، أنا أتكلم بمصطلحات اللعبه هي اللعبه لغه انجليزيه يا شباب فعموما قد ما اقدر راح ان شاء الله اوصل لكم المعلومه والغير العاده يا شباب عندنا تريبل كاش تريبل اكس بي على الكوليكتبل سيت سيلز يعني انت لما تجمع شنطه يا شباب هذه الشنطه يا شباب هذه هي الشنط اشياء الكوليكتر كلها كل ما جمعت شنطه واحده تبيع لمدام نزار راح يكون الكاش مضروب في ثلاثه تريبل يعني مضروب في ثلاثه دبل يعني مضروب في اثنين اتمنى تكون واضحه الصوره يا شباب والاكس بي نفس الحكايه يا شباب راح تكون تريبل اكس بي يعني شيء اسطوري هذا الاول مره صراحه يعني ما انا غطيتها تحديثات من سنوات ما قد سبق وسووا تريبل لانه اصلا اوريدي الدبل مره مره عالي فما بالكم بتريبل يعني عاده يا شباب الاكس بي لما تبيع شنطه واحده يعطونا 1500 اكس بي فتخيلوا بعد دبل اكس بي رح نحصل على 3000 اكس بي ترى شيء اسطوري ها 3000 اكس بي الان مع تريبل يعني راح نحصل على 4500 اكس بي كل ما بعت شنطه وشوف عدد الشنط يا شباب واحد اثنين ثلاثه يعني شنط هائله جدا تقدر تخلصها في يوم وليله واعتمدوا على رابط الخريطه يا شباب ودائما رابط الخريطه في اي فيديو نزله لعالم ريد ريديمشن تلاقون في رابط في صندوق الوصف يا شباب مكتوب عليه رابط خريطه الكوليكتر وهذا راح تساعدك كيف انت تجمع الشنط بكل سهوله وتعرف اماكنها مثلا انت تبغى الشنطه مثلا تبغى تجمع الكروت وهي الاسهل صراحه وانصح دائما الجميع يبتدئ بالكروت وبعدها يبتدئ بالمشروبات وبعد المشروبات الامشاط صراحه هذه اسهل الاشياء وبعدها التفت للاشياء الثانيه وراح تخلصها باذن الله تعالى شد حيلك هذه يبغى له واحد معرق يلعب ثمان ساعات انا متاكد خلال ثمان ساعات ست ساعات الى ثمان ساعات اذا ما شاء الله حافظ الخريطه بالتفاصيل وعارف كل شيء ولك يعني ما شاء الله كروت سابقه يعني او مجمع اشياء كثيره انا اتوقع اربع ساعات الى ست ساعات ماكسيمم لكن اذا اول مره لازم يكون عندك اساس فتحتاج الى ثمان ساعات بالكثير يعني فشيء اسطوري يا شباب وكذلك عندنا تريبل كاش وتريبل اكس بي على الكوليكتر فري روم إيفنس اي حدث من احداث الكوليكتر راح يكون عليها تريبل كاش وتريبل اكس بي كيف هذه تعرفوها يا شباب احداث يعني احيانا تظهر معك يعني احيانا يجيك اشعار يوجد فري روم إيفنس للكوليكتر تدخل على هذا الايفنتس طبعا كثير غير مهتم فيه ويجب مراعاة انه لازم تكون في لوبي عام، يعني لازم يكون عندك لاعبين عشان تلعب ضد لاعبين واعتقد انه قليل راح يلعب الا اذا كان في بالصدفه يعني تلاقي واحد او اثنين دخل معك. كذلك عندنا 3 x رول اكس بي يعني ايش يعني؟ يعني راح تحصل على الاكس بي اللي نفس الرول يكون مضروب في ثلاثه للاشياء الكولكتبل، يعني اللي الان اشترى رول الكولكتر او من بكره باذن الله تعالى راح يكون تلفيلك مو دبل راح يكون مضروب في ثلاثه هو اوريدي اصلا مضروب في ثلاثه فطبيعي جدا انا اعتقد ان العباره هذه مفترض ما يكتبوها ليش لانه اوريدي احنا عارفين انه راح يكون الرول متقدم بثلاث مرات يعني عن الشخص الطبيعي او في الشهر من الشهور اللي ما يكون عليها تريبل اكس بي فعموما هم كاتبين 3 اكس رول اكس بي يعني راح تحصل على ثلاث مرات اكس بي للرول تبع الكوليكتر فما ادري ديسكفرينج uh, كوليكتبلز هذه طبعا الاشياء اللي انت تبحث عنها الاشياء الكوليكتر كروت مشروبات امشاط اشياء حوافر اشياء المجوهرات الى اخره طبعا واخيرا عندنا تريبل اكس بي على الفري روم ميشن الفري روم ميشن يا شباب تقدروا تحصل عليها طبعا من الاسترينجر ميشن اللي هو تجي عند الناس اللي زي او حتى البلاد ماني يا شباب حتى لو تجي هنا عند البلاد ماني تقدر تطلب من عنده بدل ما تلعب بلاد ماني تلعب فري روم اه ميشن مهمات الميشن بس الافضل انك تجي عند هذا الهكتور او تجي عند طبعا اي احد في المحطات هذه يا شباب مختلف اساميهم طبعا تلاقي يعطيك بعض المهمات طبعا مش الباونتي هانتر يا شباب اللي رافع يده اللي رافع يده هو اللي يعطيك فري روم ميشنز راح يكون فقط الاكس بي مضروب في ثلاثه الكاش زي ما هو والجولد كذلك فيها جولد يا شباب زي ما هو كذلك عندنا دبل كاش ودبل جولد ودبل اكس بي على الفيشر سيريس عاده يا شباب يعطونا دبل كاش لهم فتره طويله زمان يعني قبل سنه تقريبا او السنه الماضيه نقول سنه 20 سنه 2022 كانت طول الوقت كان شهريا فعلا كان يعطونا دبل كاش واكس بي وجولد كان كلها على الفيشر سيريس لكن هالمره قالوا السنة 23 كانت دائما كاش واكس بي من غير الجولد لكن يبدو يبدو انه رجعوها يعني عموما اللي يبغى يلعب الفيشر سيريس ضد اللاعبين صراحة اولا لازم تكون في لوبي عام ثانيا اضغط السهم يسار وروح على الخيار ما قبل الاخير الكويك جوين وبعدها اختار الفيشر سيريس يا شباب زي ما تلاحظوا الان مكتوب عليها 2 اكس اكس بي و كاش لكن غدا باذن الله تعالى راح تلاقي علامه الجولد موجوده فيها ومضروب في اثنين يعني اللي يبغى يجمع جولد يا شباب اليكم هذه الطريقه طبعا شيء جدا اسطوري يا شباب وسهل سهل تجمعوا فيها جولد يعني لو تلعب ساعه ساعتين حتلاقي عندك اربع خمسه سبايك يعني اي لاعب مبتدئ يا شباب وتبغى تجمع جولد العب الفيشر سيريس واستانس ولكن الله يستر علينا من الهاكات والناس اللي تحب تخرب اللعبه والناس اللي تبغى تثبت وجودها بطريقه ما أنا عارف ليش يعني خصوصا في ريد ديد يعني ننتقل الان الى المكافات الشهريه يا شباب المكافات الشهريه المفتوحة يعني ما هي محددة بفترة معينة راح تكون طول الشهر مفتوح عندك راح تبتدي معنا من غدا بإذن الله تعالى اللي هو 30 جولاي ولغاية 2 سبتمبر تمام هذه المكافات راح تكون مفتوحة ايش المطلوب كل اللي عليك انك تدخل اللعبة اذا دخلت اللعبة روكستار راح تكافئك وراح تعطيك بلاك باتن بندانا بندانا راح تكون باللون الاسود مرقطة هذه معنات الكلمة يا شباب بندانة باللون الأسود مرقطة بمجرد أنك بكرة دخلت على اللعبة راح توصلك خلال 72 ساعة ماكسيمم يا شباب خلال ثلاثة أيام ليش يجي بكرة واحد يقول لي تركي أنا ما جتني دخلت اللعبة وما جتني اهدى استهدي بالله واذكر الله وصل على النبي راح توصلك بإذن الله تعالى صندوق مخيمك خلال ثلاثة أيام إذا ما وصلتك تواصل مع الدعم الفني تبع روك ستار والمكافأة الثانية يقول لك كوليكت أفوسل ذيس مانث يعني أجمع حاجات اسمها فوسل تبع الكوليكتر وراح تحصل على خريطه من مدام نزار توريك اماكن الزهور عشان تجمع الزهور، هذه المكافاه ما لها داعي ولكن عموما بشرح لكم يا شباب، كل عليك مثلا لو دخل لو دخلنا على الشنطه هذه يا شباب، هذه هي الفوسيل، طبعا لها عده انواع الفوسيلز اللي هي حوافر او اشياء نادره دائما تكون مدفونه، لازم يكون عندكم ميتل ديديكتر بالاضافه يكون عندكم الكريك عشان تحفر وتبحث عن هذه الاشياء المدفونه يعني، واذا جمعت اي واحدة منها راح روك ستارت تكافئك تعطيه خريطه عشان تبحث عن هذه الزهور اللي هي اصلا اوريدي موجوده في كل مكان يعني فاعتقد انه ما لها داعي المكافاه هذه لكن عموما شيء مجاني شكرا لهم. بالنسبه للمكافاه الثالثه مكافاه جدا مميزه صراحه يا شباب وهذه صراحه يعني يبغى لها واحد صراحه يحب يلعب ريد ريدمشن دي ليش؟ لانه فعلا فعلا تستاهل المكافاه هذه كل اللي عليك انك تكمل لمده ثلاثة ايام رول الكوليكتر ديلي تشالنج يعني لازم تكمل تحديات الديلي تشالنج تبع رول الكوليكتر فقط وثلاثة منها يا شباب كيف تعرف الديلي تشالنج سهم صار مرة واحدة وتروح على تشالنج هنا يا شباب وراح تلاقي عندك الكوليكتر المبتدئين عادة راح يكون واحد إلى اثنين بعد ما يكتمل عنده الرول راح يكون ثلاثة لكن إحنا اللاعبين قدامه فعندنا اوريدي كامل لو على سبيل المثال الآن فتحت لكم هذه كل اللي مثلا اجمع ثلاثة ورود واجمع اي نوع من انواع الكوليكتر ست مرات واخيرا الفيملي هيرلومز فاوند يعني ابحث عن الامشاط الثلاثه او التعليقات حق الشعر عموما انا اديها امشاط وهي الانسب للترجمه صراحه امشاط ثلاثه راح تلاقونها في كل مكان وخصوصا في ساندني او رودس هذه دائما تلاقونها بكثره يعني في هذه الاماكن كل عليكم ان تكملوا التحديات بشكل مستمر ثلاثه ايام المكافاه راح تكون جدا اسطوريه راح تحصل على جاكيت من نوع الميك بي جاكيت الميك بي هذا جدا اسطوري ومميز وراح يكون باللون الاسود صراحه جدا جميل ولا يفوتكم والمكافاه اللي بعدها يا شباب نفس العباره ولكن جايبينها بلفه الاولى كانت مكتوب عليها كونسيكتيف كونسيكتيف يعني بشكل متتابع متتالي هذه معناها حرفيا يا شباب باللغه العربيه الكلمه اللي بعدها ان ارو ان رو يعني بشكل متتالي بصف واحد يعني يعني يوم ورا يوم يعني شيء غريب يعني كل اللي برضو كذلك يا شباب تكملوا ثلاث تحديات لرول الكوليكتر وراح تحصلوا على ايموتيز او تحايا مجانيه تختار اي تحيه اعتقد التحيه راح تكون متعلقه بروري كوليكتر وتقدر تختارها بشكل مجاني شيء غريب صراحه يعني روكستار لازم تحب تمازحنا بحركاتها واخيرا بالنسبه للمكافات الشهريه يا شباب كل اللي انك تكمل احد, أحد احداث الفريروم روم إفنس تبع الكوليكتر طبعا هي محددين لكم بالاسم يا شباب اللي هي اكمل جوله فقط تبع السلفج او الكوندور ايج اللي هو البيضه حمام الكوندور وراح تحصل على جائزة طبعا هات والله الهات هذا ماني عارف ايش اسمه ماني عارف ايش هو الهات لانه غريب اسمه عليه صراحة تحت اسم جاردينيا هات وننتقل للمكافآت الأسبوعية اللي تتطلب عمل يا شباب طبعا كل أسف التحديث الشهري هذا مو كاتبين وش هو العمل لكن أنا باب خبرتي يا شباب عادة رولي كوليكتر كل اللي عليك إنك تجمع أي قطع وتبيع على مدام نزار راح يعطونك المكافأة آه نادرا نادرا ما يستخدموا شنطة نادرا يعني وخصوصا المكافآت يعني ما هي قد كذا صراحة ولكن راح أعطيكم إياها بناء على أنها راح تكون ألف آه طبعا قطعة لأنه صراحة إلى الآن حسب التسريبات مو محددين يا قطعة قطعة طبعا أقصد بالقطعة يعني مثلا كرت مشروب آه أي شيء متعلق برول الكوليكتور وتبيعه فقط لمدام نزار أحيانا طبعا لازم يكون شنطة يا شباب يعني لازم تجمع مثلا شنطة من نوع معين من هذه الشنط ولازم تبيعوا لمدام نزار وصراحه يتطلب هذا وقت يعني وصراحه انا اشوفه يعني فير اند انف يعني ليش فير؟ يعني عدل لانه عندك اسبوع كامل تقدر تجمع شنطه خلال الاسبوع وتبيع لمدام نزار، لكن عموما يا شباب احنا راح نبيع قطعه واحده ونجرب لانه صراحه الفتره الاخيره اللي اعطونا المكافئات لرولي كوليكتر كانت فقط عباره عن تجمع شيء واحد فقط وتبيع المدام نزار وفعلا حصلنا على المكافأة بالاسبوع الاول يا شباب اللي ابتدى معنا من 30 جولاي ولغاية 5 أغسطس راح نحصل على طبعا ديناميت اورو اللي هو الاسهم المتفجرة بالاضافة الى 20 طلقة حارقة من الشاتجن هذه صراحة تنفع للناس اللي تبغى تلعب ضد البي في بي أو ضد اللاعبين يعني شيء جدا حلو أو لما نبغى يلعب ضد الكول تو آرمز أو حتى في الفيشر سيريس يا شباب لأنه بعض المودات راح تتطلب أنك تلعب بأي شيء يعني فشيء جدا مميز. والأسبوع الثاني اللي راح يبتدي معنا من 6 أغسطس ولغاية 12 يا شباب راح تحصلوا على تخفيض 40% على أي شيء يتعلق برول كوليكتر وغالبا راح يكون حاجتين يا شباب اللي هي الميتال ديكتر بالاضافه الى الكريك يا شباب هذا شيء جدا اسطوري يعني اي شيء يتعلق برول الكوليكتر زي ما اتفقنا يا شباب العمل يتطلب منك انك تبيع قطعه او تبيع شنطه لمدام نزار ومن 13 اغسطس ولغايه 19 يا شباب راح نحصل على خريطه تحت اسم دبلو ووتر يعني خريطه في الأجراس. يا شباب الله يعينكم على التماسيح صراحه هذه الخريطه انا اكرهها ما احب اي خريطه متعلقه بالبلو ووتر لانه بلو ووتر موجوده في الاقراص ومكانها جدا صعب احيانا تكون في الجزر الصغيره فتضطر انك تسبح الله يعينكم يا شباب ومن تاريخ 20 اغسطس لغايه 26 راح تكون مكافاه جدا مميزه صراحه انصح الجميع بالمحافظه على هذا الاسبوع بالذات راح نحصل على ذا بلاك جيتور هات اللي هو طبعا الهات راح يكون بجلد التمساح او القبعة بجلد التمساح طبعا القبعه جدا جميله شكلها دائما دائما جميل سواء كانت على شخصيه الرجل او كانت على شخصيه البنت فمعروف معروف الجيتور هات صراحه يعتبر من الاشياء جدا نادره نادره ما تلاقونها في الكتالوج ودائما تنزل بمناسبات يعني فنصيحه يا شباب لا تفوتكم هذه المكافاه واخر اسبوع يا شباب راح يكون اكيد من 27 اغسطس ولغايه 2 سبتمبر موعد انتهاء هذا الشهر راح نحصل على ذا لايت جراي دبل double bandelier اللي هو الحزام الصدري يا شباب حزامين طبعا راح تكون صدريه راح تكون عليها تخفي... راح تكون تحصل عليها مجانا في صندوق مخيمك يا شباب بالنسبه للمكافات عيد واكرر آه راح توصلكم خلال 72 ساعه اذا ما وصلتكم المكافاه خلال 72 ساعه تواصلوا مع روك الدعم الفني انا صراحه ما لي علاقه لانه في كثير يسالوني ليش ما جتني انا ليه ما جتني انا ما لي علاقه يا شباب تواصلوا مع روك ستار المكافاه عاده توصل ثاني يوم احيانا تاخر تاخذ يومين الى ثلاثه ايام وفعلا توصل انا يا مكافاه جتني ودائما اعطيكم فيديوهات عنها ويا مكافاه انسحب عليا و اسكت واقول الحمد لله والشكر يعني فعموما شباب لا تركزوا يعني مشوها وبخصوص مباريات البي في بي يا شباب لانه في ناس مهتمه صراحه بالبي في بي يحب يلعب ضد اللاعبين في عندنا اول اسبوع له من 30 يوليو ولغايه 5 اغسطس حيكون هاردكور تيم شوت اوت الصراحه الهاردكور حلو دائما آه بالنسبه للمبتدئين فقط يعني راح يكون مره مميز ليش لانه خلاص قاتل مكتول طلقه واحده ما تفرق لاعب قديم عن جديد في الهاردكور دائما ما تفرق يعني اهم شيء الهدف تصيبه راح يموت الخصم ضدك وكذلك الخريطه ما راح تكون باين بالاضافه ما يمديك تستخدم اي مشروبات وهي اللي هذه تميز صراحه اللعب القديم ربما صحه اللعب القديم تفرق عن اللعب الجديد وهذا اللي ممكن انا ارشح انه اللعب القديم يتفوق كذلك على اللعب المبتدئ وفي 6 اوغست الى غايه 12 أغسطس راح تكون مباريات التفجير راح يكون اكسبلوزيف سيريس والهارد كور لاست ستاند راح تكون من 13 اغسطس لغايه 19 وعندنا البلاك ووتر سيريز وهذا شيء مميز صراحه راح يكون من 20 لغايه 26 والاليمنيشن سيريز صراحه انا احب هذا المود راح يكون من 27 ولغايه نهايه الشهر 2 سبتمبر بالنسبه للاوتفات يا شباب كما عودتكم لازم انزل في حلقه متفرده ولكن في ملابس نادره صراحه راح ترجع اعطيكم بشكل سريع الجريفن تشابس التشابس اللي هو يا شباب اللي يلبس فوق البنطال اوكي خلينا نروح على حبيبنا الخياط عشان انا متاكد لو اقول بالترجمه في ناس هتقول لا ما في برضه فلازم افتح لكم بالكتالوج يا شباب يكون افضل طيب يا شباب بالنسبه للتشابس راح تلاقونها تحت خانه الاكسسوارز هنا في هذا المكان وراح تلاقون اول خيار اللي هو تشابس هذه يا شباب التشابسات هذه راح تلاقون عليها تخفيضات كلها تطيل تخفيضات كذلك يا شباب عليها لكن انا اتكلم في شيء نادر راح تلاقونه يوجد هنا بالاضافه عندنا الهاتشيد سكيلز هذه طبعا تنوره طبعا انا ما عندي شخصيه البنت راح تكون تنوره تبع اسم الهيتشد اعتقد هذه برضو من الاشياء النادره راح ترجع معنا غدا وكذلك البونشو البونشو اي صفحتين فقط يعني هذه البونشوز راح تلاقون غدا في شيء يتم اضافته في هذه الخانه يعتبر من الاشياء المميزه والاشياء اللي عادت الى الكتالوج واختفت من فتره طويله احيانا تكون مميزه واحيانا ما تكون مميزه تكون جدا عاديه وكذلك راح يكون البوتس اكرمكم الله الجزم راح ترجع جزمه نادره جدا تحت اسم البوير او البوير بوير اعتقد اسمها باللغه الانجليزيه راح نشوفها بكره هذه كذلك عندنا جاكيت من نوع التشارو التشارو هذا ترى مميز يا شباب هذا جيد صراحه خصوصا للناس اللي يحبوا الملابس تبع البلاد ماني راح نشوفها بكره باذن الله واخيرا راح ترجع معنا المشد تبع اسم تشامبليس اعتقد هذا ناس كثير يتمنون الكورسيت اللي عندهم شخصيه البنت يعني في اشياء رجعت شخصية البنت اللي هي تنوره والكورسيت هذا شيء جدا الكورسيت بمعنى مشده يا شباب اللي يلبس تحت التيشيرت اما بالنسبه للتخفيضات يا شباب عندنا تخفيض خمس سبايك على رول الكوليكتر هذا شيء جدا صراحه مميز بدل ما تكون عاده يعني 15 سبيكه ولكن ما شاء الله يعني مع تخفيض خمس سبايك راح يكون ب 10 سبايك ذهبيه اي احد بامكانه شراء رول آه مدام آه نزار صراحه الرول انا دائما انصح المبتدئين يبدا بهذا الرول حتى في اشهر يكون عليها تخفيضات للرولات مختلفه الا انه اجد نفسي تميل اني انصح اي لاعب مبتدئ ابدا برول الكوليكتر انه رول راح يسهل عليك حياتك يعني خصوصا هذا الشهر الشهر الصراحه تريبل ماني يا شباب وتريبل اكس بي شيء اسطوري راح يفرق معنا والله كثير يعني عندنا تخفيض 50% على الماتشيت الماتشيتي اجويلا ماتشيتي اجويلا هذا تلاقونه عند الفنس روح عند الفنس راح تلاقونه تحت اسم اجويلا ماتشيتي ما يمديكم تشترونه الا عن طريق الفيز طيب يا شباب كذلك عندنا تخفيضات 40% على الكوليكترز ما هذه ما انصحكم تشتروا خرائط الكوليكتر يا جماعه اعتمدوا على الرابط اللي انا راح اعطيكم اياه في صندوق الوصف راح يبين لك كل الخرائط بينما خريطه مدام نزار راح تبين لك بشكل عشوائي اماكن الاشياء وراح تبحث كانك تبحث عن خريطه كنز وتتاخر وتضيع وقت وصراحه يا مبتدئ يا عزيزي المبتدئ صدقني انا لما اقول لك لا تشتري خريطه مدام نزار راح تضيع وقتك وثاني راح تضيع فلوسك 15 دولار تقريبا وراح يكون عليها تخفيض وفي نفس الوقت يعني في شيء افضل واجمل واوضح اللي هو عن طريق رابط الخريطه راح يعطيك اياها بالتيم بالملي يقول لك وين مكان قطعه الكوليكتور وهذا اللي انصحكم فيه هذا عندنا كذلك تخفيض 40% اللي تبع مدام نزار وكذلك عندنا تخفيض ميتال ديدكتور 40% وهذا شيء جدا اسطوري يا شباب يعني تخيلوا انكم تفوزوا بالمكافاه الشهريه تبع رول الكوليكتر اللي هو تخفيض 40% وهنا تخفيض كذلك 40% فما ادري كيف بيحسبونها صراحه روك ستار انا روك ستار أحيانا, احيانا احسها سوقة والله <applause> في المكافآت لأن شباب ياما يعطوك مكافآت تقول واو تحسبها رياضيا وفجأة تروح تجرب تلاقي في واحدة من المكافآت اتلغت يعني مكافأة تلغي مكافأة فما متأكد صراحة هل حتحصل على 80% تخفيض أنا ماني متأكد صراحة جربوا يا شباب وكذلك عندنا تخفيض 40% على البستولز اللي المسدسات يا شباب غالبا خلينا نطلع من المحل عشان اطلع لكم البستول راح يكون تحت اسم الماوزر يا شباب هذه البستولين افضل صراحه مسدسات صراحه اسطوريه هي تكون من ضمن خانه البستولز آه بالذات الماوزر يتميز عن السيمي اوتوماتيك بأنه 10 طلقات هذا السيمي اوتوماتيك 8 طلقات يا شباب لكن انا صراحه اجد نفسي احيانا افضل هذا ال... السلاح لانه الاقي في الدقه افضل صراحه يعني في دقه بالاضافه يا شباب عندكم الكاستمايزيشن يعني لما تعدل السلاح راح يكون كذلك عليه تخفيض 40% ويشمل ذلك حتى التذهيب يا شباب فشيء جدا مميز اما بالنسبه للخيول يا شباب عندنا تخفيض على خيول البريتون وخيول الورك يعني خيول العمل خلينا نشوف يعني خيول البريتون صراحه شيء غريب يعني بريتون في رول الكوليكتر بريتون افترض في خو... في خيول الباونتي هانتر هي آه البريتون اللي هي طبعا خيول عملاقه وضخمه ومميزه جدا هنا محل الخيول يا شباب خلينا نلقي نظره مع بعض آه اما خيول الورك هذه تعيسة يا شباب ما أصحكم في خيل اعتقد بالجولد يستاهل ما يستاهل صراحه انا ما ادري لكن انا صراحه مستغرب هنا ليش بريتون يا شباب هذه خيول البريتون يا شباب طبعا أصحكم دائما تشتروا الخيل هذا الاسود او هذا صراحه هذه اقوى خيالين في خيول الكل خيول الباونتي هانتر عموما بكره راح يكون عليها تخفيض 40% وتش از جود يا حبيبي شيء مميز خيول لا تعرف يعني خيول معروفه مشهوره قويه جدا كذلك عندنا يا شباب تخفيضات 30% على بعض الملابس عندنا تخفيض 30% على جميع التشابس التشابس اللي زي ما اتفقنا يا شباب راح تلاقونها في خانه الاكسسوارز اول خيار اللي هو الشيء اللي يلبس فوق البنطال يا شباب زي هذه مثلا على سبيل المثال ناخذ نظره مثلا تلبس هذه هذه هي تشابس يا شباب بشكل مختصر راح يكون تخفيض 30% <applause> بالمئة. وكذلك تخفيض 30% على المشدة يا شباب تبع شخصية الفيميل تحت اسم كورسيت روح على كورسيت بكرة بإذن الله تعالى على جميع الكورسيت تخفيض 30% بالإضافة ما ننسى أنه في كورسيت نادر راح يرجع لشخصية البنت وأخيرا على تشيرت طبعا أكيد الشيرتات يا شباب أو الفانيلا او الى اخر يسموها زي ما تبغوا حتلاقونا موجوده في كتروج عليها تخفيض 30% واشتروا كل الشرتات في شرتات جدا مميزه صراحه بالجولد يعني وتخفيض 30% ليت 40% كان افضل زي الجزم اكرمكم الله هذا الشهر 50% يعني شيء جدا اسطوري ولكن اعطونا 30% افضل من لا شيء وهذا كان كل شيء يا شباب عن التحديث الشهري صراحه انا حبيت انزله بهالطريقه لانه زي ما اقول لكم قلت خليني شوي اشرح لانه صراحه تجيني استفسارات كثيره ف يعني احيانا انا ما انزل ردد بشكل مستمر مثل الاول يعني اليوم الثاني اشرح فقلت خلينا نجيب فيديو باذن الله تعالى يكون يعني واضح لكل هذه قطعه كوليكتر هنا هذا الشهر صراحه انا وجهه نظري شهر جدا مميز شهر شهر خرافي يا شباب شهر خرافي بمعنى الكلمه ليش؟ تريبل تريبل كاش تريبل اكس بي يعني يعني صراحة إن كنت تبغى تلفل وتبغى ترفع في الرانك وتبغى تقول لأصحابك أنا لاعب قديم الرانك حقي ألف تقدر في هذا الشهر توصل ألفين بعد مو ألف <تصفيق> <تصفيق> يعني شباب صراحة يعني كل اللي تحتاجونه عشان تطلع من رانك لرانك حدود العشر ألاف إكس بي عشر ألاف إكس بي 12 إكس بي ما بين وبين فشيء أسطوري يا جماعة والله يعني فتقدروا بكل سهولة ترفعوا الرانك وتقدروا كذلك تجمعوا خرائط كنز يعني تخيل كل خمس رانكات تقدم فيها راح تجمع ما شاء الله خريطه فشيء اسطوري يا شباب عموما الى هنا نصل لختام الفيديو لا تنسون من اللايك والاشتراك في قناه الكل جديد واشوفكم غدا باذن الله تعالى ان شاء الله غدا راح انزل لكم عن الاوتفيت الشهري المجاني تبع صحتكم أمان الله